على ذكر بقى تشيلسي ونيوكاسل ويعني النوع ده من الفرق الانجليزي، عايزين نتكلم بقى شويه عن الدوري الانجليزي والدنيا برضو الى حد ملحوظ ولعه ما بين ليفربول ومانشستر سيتي وتشيلسي. على ذكر تشيلسي، شايف الوضع ازاي وهل تقدر تستنتج من دلوقتي مين هيحصل على البطوله؟ انا من قبل البطوله كنت شايف ان تشيلسي هو المنافس الاقرب للوصول الى اللقب. اوكي، اللي استجد ايه بقى؟ اللي استجد مفيش حاجه استجدت لسه، هو من ضمن المرشحين، ولكن دخول مانشستر سيتي وليفربول، انت متخيل قوه الدوري انه في ماتش واحد تشيلسي خسره 3-2، نزل مركز ثالث، مانشستر طلع وليفربول اللي كان مركز رابع طلع مركز ثاني. دلوقتي احنا بنتكلم على ترتيب الدوري الانجليزي، فرق نقطه كالعاده في يعني اخر 3 4 سنين، فرق نقطه ما بين مانشستر سيتي وليفربول. مانشستر سيتي 38، ليفربول 37، يجي وراهم تشيلسي 36. في جاب ما بينهم وما بين اللي بعدهم، بس في ارقام مميزه بتحصل دلوقتي. يعني احنا مثلا لو هنتكلم عن مانشستر يونايتد، مانشستر يونايتد من ساعه اقاله رالف لا من ساعه اقاله اولي جونار سولشكاير وتعيين رالف رانجينيك الالماني على راس القياده الفنيه، لعب 3 ماتشات قدر ان هو يكسب ماتشين على التوالي في الدوري على حساب نورويتش وعلى حساب ارسنال، ارسنال اولا وبعدين نورويتش، وفي النص تعادل مع يونج بويز السويسري في دوري الابطال، ولكن كده كده كان حسم الصعود كمركز اول في المجموعه. ولاول مره من سنه 1903 مانشستر يونايتد يقدر يحافظ على المدرب الجديد، يقدر يحافظ اول ما يتولى المهمه على نظافه شباكه في مباراتين متتاليتين. من 1903. واو، متخيل الرقم؟ يعني ورالف رانجنيك مدرب كبير عمل مشاريع عظيمه جدا في اوروبا وفي المانيا، زي سالزبورغ، زي ريد بول سالزبورغ، وزي لايبزيج الالماني، عمل مشاريع عظيمه جدا في اوروبا، ومدرب ليه فلسفة مختلفة عن الفلسفة اللي احنا بنشوفها في الدوري الانجليزي. فهنشوف كرة جديدة في الدوري الانجليزي. انطونيو كونتي مثلا، انطونيو كونتي بعد رحيل نونو سانتو من تدريب توتنهام بسبب المستوى المتدهور جدا في الدوري في توتنهام في السبيرز من بعد ما ساب واتفورد وولفرهامبتون ومسك توتنهام، انطونيو كونتي خاض 6 مباريات كسب 4 منهم وتعادل مباراة وحيدة وخسر مباراة في كاس الاتحاد اللي بيلعبها دايما بالصف الثالث او الصف الثاني، ومطعم بمجموعه من الشباب وكده، فعادي ان هو يخسرها. بس الاوفر اول ايه؟ احنا لعبنا 5 ماتشات في الدوري كسبنا منهم 4، ده ما كانش حاصل. توتنهام دلوقتي بيحتل المركز السابع، طب ما بالك لو كان كونتي مسك بدري شويه كان ممكن هيبقى بينافس. اكيد احنا قلنا في جاب في الاول ما بين الثلاثه الاولانيين والخمسه اللي بعدهم، الخمسه اللي بعدهم النقاط متقاربه جدا. يعني احنا بنتكلم دلوقتي ويست هام 28، يونايتد 27، ارسنال 26، توتنهام 25، ليستر سيتي 22، والمباراه اللي جايه مباراه ما بين ليستر سيتي وتوتنهام اللي هو 22 و25. يعني لو ليستر سيتي كسب هيبقوا الاثنين 25. الدوري الانجليزي دول الفرقتين قريبين من بعض جدا، سواء الثلاثه اللي في الاول او الخمسه او الخمسه اللي تحت. صحيح. مش يعني المباراة الدوري مشتعل، وحتى سيبك من اللي هيكسب الدوري، تقدر تحسم لي مين اللي هيتأهل دوري ابطال اوروبا الموسم اللي جاي؟ مين اللي هيبقى توب فور؟ طب مين اللي هيتأهل الدوري الاوروبي؟ كل مباراة الوضع بيختلف. كل مباراة فعلا اول بيبقى رابع، ورابع بيبقى سابع، وسابع بيبقى تاني. جنان، مش بطولة عادية.